اتصالة الدكتور حسن مصطفى ولقاء مع أحد النجوم الحقيقة اللي كان في مباراة النهاردة، وهو من مباراة لمباراة آخر يمكن مباراة بيتطور، ونتمنى نشوف إن شاء الله حفاظ على مستواه وتطور. نروح لهنا أبو القاسم ولقاء مع مصطفى كيجو، اتفضلي يا هنا. من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم الفريق الاول لكره السله. طبعا بعد تاهلهم متصدرين مجموعه النيل الى نهائيات بال في رواندا، ومعي بقى في هذه اللحظات واحد من نجوم البطوله مصطفى كيجو. ده طبعا الف مبروك الفوز، والفوز كمان في مباراه النهارده اللي بالتاكيد كان مهم عشان تتصدروا الترتيب. عايزك تكلمني على البطوله وبالتحديد اكيد مباراه النهارده، يمكن فزتوا بسكور كبير على بانجي، عايزك تكلمني على المباراه والبطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيكي. طبعا بالنسبه لنا النهارده كان فوز مهم، كنا مركزين قوي في الماتش عشان الماتش ده كان ما ينفعش فيه اي يعني استهوان، عشان احنا نكسب ناخد اول المجموعه، نخسر ناخد تاني، فاحنا عايزين نروح لرواندا ان شاء الله يبقى سكتنا سهله، ناخد ماتشات قليله لحد الفاينل. كنا مركزين، تعلمنا من خطا الماتش بتاع سيتي اويلرز، لما نزلنا مش مساعدين الجيم كويس، ما كناش جاهزين، ما كناش مركزين معاهم، قدروا يكسبونا، قدروا يعوضوا، قدروا يمشوا معانا طول الجيم كلوز جيم لحد الاخر. طبعا بالنسبه لنا وقع مننا جيم، بس يعني خدناه زي درس، يعني احنا ما نقدرش نعمل كده تاني، ما نستهونش باي فرقه، كل فرقه جامدين، فرقه فاركه بالذات ممكن يعوضوا في اي وقت، فيزيكال صراع كويسين، ما تقدرش تحكمي عليهم يعني من ماتش او ماتشين. اعتقد ان احنا عملنا جو كويس، يعني ست ماتشات كسبنا خمسه، اللود كان عالي، احنا بنلعب ست ماتشات في 9 ايام. اعتقد الحمد لله يعني قدرنا يعني نطلع بالجول اللي احنا عايزينه، نبقى اول المجموعه ونروح رواندا اول مجموعه باذن الله. عايز اتكلم على دور الجماهير، اكيد كان ليهم دور كبير، شايفينه بيشجعوا الحقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه في كل الجيمز، عايزك تكلمني على الاجواء وكمان دور الجماهير. طبعا الجماهير فرقت معانا جدا، احنا بناخدها حافز مش ضغط خالص، عشان في كتير الفرق او اللعيبه بتاخد الجماهير دي بتبقى ضغط، عشان معظم الناس اللي موجوده عائلاتنا اخواتنا، فكانت لنا حافز كبير، يشجعونا، عايزين نروحوا مبسوطين. بالنسبه لنا الهدف الاساسي اللي هم الناس اللي جايه تتفرج علينا وجايه المشوار ده كله، ان هم يطلعوا من السنه مبسوطين، يعني هم ساعدونا كتير، ان شاء الله يفضلوا واقفين ورانا، احنا في اخر الموسم عندنا كاس وافريقيا ودوري في اقل من شهر ونص، يفضلوا ورانا، يفضلوا معانا، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق 3 بطولات باذن الله. عايزه اخيرا بقى اتكلم مع حضرتك، طبعا النادي الاهلي بينافس على كل البطولات، الحمد لله حققتوا الهدف وتاهل للنهائيات، عايزاك بقى تقولي ايه عندكم جاي، خصوصا في ماتشات مهمه اكيد في الكاس، كل مباراه اشبه بالفاينل. احنا لسه خاسرين النهارده، عندنا بكره اجازه، عندنا الاثنين معسكر، عشان عندنا ماتش يوم الثلاث مع الجزيره في السيمي فاينل، وبعد كده ماتش يوم الخميس اعتقد الفاينل باذن الله بنعدي الجزيره. كله ورا بعض، وهو يعني هنريح يوم واحد، لود طبعا كبير، ينضم معانا سيف وعمر عزب وبراندون المحترف، يعني ان شاء الله نسد كويس، هنتمرن تمرين واحده قبل الماتش، ان شاء الله نقدر يعني نستعد كويس للماتش، عشان هو زي ما قلت لك عندنا كاس افريقيا دوري في اقل من شهر ونص وكلها فاينلز، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا نقدر نحقق كل البطولات باذن الله. عندنا ثقه كامله فيكم الحقيقه ان انتوا هتحققوا ان شاء الله كل البطولات. بشكر حضرتك مره ثانيه والف مبروك. عفوا، شكرا. يعني ده طبعا كان لقائي مع كابتن مصطفى كيجو احد نجوم الفريق الاول للكره السله، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.